بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلاً بك يا فندم. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم هتبدأ تتلاشى فرص سقوط الأمطار من على أغلب مناطق الجمهورية، وتنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد، لأن احنا بالأمس شهدنا سقوط الأمطار متفاوت الشدة على أغلب المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، وصلت الأمطار كمان لبعض المناطق من شمال الصعيد. الحمد لله اليوم هتبدأ الأمطار تنحصر فقط في السواحل الشمالية للبلاد، محافظات المطلة على البحر المتوسط، وهتكون أمطار ما بين الخفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن أو في بعض الأوقات. أيضا الأمطار هتمتد لبعض المناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين، أمطار خفيفة. مجمل أمطار اليوم إن شاء الله مش هيأثر تماما على أعمال الأنشطة اليومية، وهيكون على فترات متقطعة من اليوم. باقي مناطق الجمهورية هتتلاشى من عليها فرص سقوط الأمطار، هيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، لكن احنا لسه مستمرين في انخفاض درجات الحرارة اللي بنلاحظه أكثر خلال فترات الليل. فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس بنحس بالأجواء الشتوية اللطيفة الدافية تماما على أغلب المناطق الشمالية، معتدلة على المناطق الجمهورية فترات النهار. لكن فترات الليل فور غياب أشعة الشمس بيبدأ انخفاض درجات الحرارة كمان من ساعات المغرب، ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، أحيانا بتوصل ل 11 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بعض المناطق بتوصل ل 8 و7 درجات في محافظات شمال الصعيد. فالأجواء خلال فترات الليل هتظل أجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة على أغلب أنحاء الجمهورية. وطبعا مع الاستقرار في الاحوال الجويه وتوافر عوامل الرطوبه الموجوده في الجو بعد سقوط الامطار، هتكون الظاهره الجويه المؤثره معانا بشكل كبير هو تكون الشبوره المائيه اللي قد تكون كثيفه احيانا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. دايما مع تكون الشبوره المائيه الكثيفه بيكون في ساعات الليل المتاخر تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس. الأجواء المستقرة دي إن شاء الله متوقع تكمل معنا على الأقل لل 48 ساعة قادمة أو 72 ساعة قادمة. الظاهرة الجوية المؤثرة فيها هي الشبورة المائية، وطبعا انخفاض درجات الحرارة الملحوظ أكثر فترات الليل. عشان كده مهم جدا إن احنا لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية فترة النهار وفترات الليل، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر تكون ملابس شتوية ثقيلة، تكون كمان القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق مع وجود الشبورة المائية. وطبعا دايما لازم نتابع النشرات الجوية قبل ما نخرج من البيت، نعرف الحالة الجوية إيه ونبدأ نتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف محافظات مصر. هنبدأ من القاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 12، العاصمة الإدارية 19-11، اسكندرية 19-13، العلمين الجديدة 19-13، مطروح 19-14، دمياط 20-10، بورسعيد 20-12، الإسماعيلية 21-11، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 19-11، كاترين 15-4، طابة 21-13، حلايب 21-16، شلاتين 25-13، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 23-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 9، بني سويف 19-9، الوادي الجديد 22-8، أسيوط 20-8، سوهاج 20-8، قنا 20-9، الأقصر 22-9،
وأسوان العظمى فيها 23 والصغرى 10. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا في تفاصيل عن حالة الطقس النهاردة. وناخد بالنا الأمطار صحيح هي خفيفة شوية، لكن الشبورة ممكن تبقى كثيفة على الطرق الصحراوية والزراعية والساحلية المختلفة. ناخد بالنا نلتزم بالتعليمات المرورية عشان نحافظ على حياتنا، وكمان خلاص نلبس لبس تقيل حتى لو كان الجو لطيف بالنهار. نرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معاه باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لمي.